بعد المباراة الكبيرة والمثيرة ما بين مانشستر سيتي وسان جيرمان في دوري الأبطال والفوز بهدفين لهدف لمان سيتي بعد نهاية المباراة توجه أحد المشجعين العاشقة للأرجنتيني ليون ميسي ورغم الخسارة إلى أنه أراد رؤية ميسي والتحدث معه قليلا وكان رد فعل ميسي وهي مشاهدة هذا المشجع ما الذي يريده منه ولكن اللقطة الرائعة ان ليونيل ميسي لم يتجاهل هذا المشجع ورغم الخساره القاسيه لميسي الا انه بقي يشاهد هذا المشجع دون التحدث اليه